حالة الطقس الآن في الجزائر: أمطار غزيرة في كافة مناطق الوطن وأجواء مثلجة في المناطق الداخلية مثل المذية، بشار وبليدة. يرجى من كافة المواطنين أخذ كل التدابير اللازمة للأمن والأمان. السلام عليكم خوتي وخواتاتي في فيديو جديد. السمانه اللي فاتت يا خوتي درت لكم فيديو سيريو، كملت فيه السيريو تاع شهر من حياتي خوتي. الناس دارت في بالها تبدلت وليت سيريو عاقل منحرش خوتي، راك لي طايه مرض ولا يموت. كما على بالنا يا خوتي بدات تطيح شتا في الجزائر، الحمد لله نحمد ربي، ان شاء الله يتعمروا السدود ونتهناو من ازمه المياه. مي غير بدات تطيح شتا بدا يطيح موراها الثلج، وهذا هو البروبليم خوتي. الثلج الشعب الجزائري كل عام يشوف الثلج، وكل عام يشوفوا شغل شافوا اول مره في حياته، شغل حنا جامي يطيح لنا الثلج. وغير طاح الثلج يا خوتي النهار الاول ديريكت هذاك وين بدا يطيح الثلج، يا ربي قطره شويه ثلج، حتى تشوف الكيران السركاله الطريق معمره بالغاشي، الناس تبيع البونيات ليغون، الحرب ديريكت خوتي خلطت بكل المقاييس. هي الصراحه خوتي بلادنا شابه، كي تشوف تصاور كيما هذا تقول باللي هذه تقدر تخدم فيها فيلم نورمال كيما وينترفيل ديال جيم اوف ترونز. المشكل فينا حنا خاوتي الشعب اللي ماشي شباب، دو كامل على بالنا باللي الثلج راهو يطيح برا والبرد راهو يسقل. انت علاه راك جايب معاك دربوكا؟ فهمني علاه. شعب تزيري يا وليدي رانا كابوب صاحبي، طلع موت ورهبط الشوفور. شغل كي راك تطبل زعما راك راح تزهينا، راك تستنى نقولوا لك صحيت من الاخر خاوتي. اللي اختار على الدربوكه خفيفه حمار حمار وما دارش الحساب لهاد العباد. الدربوكه كون جات كيما الفريجيدار والله غير كورونا فرينا بزاف مشاكل في هاد البلاد. تماك نتحدى اي انسان يدي معاه الدربوكه للبحر ولا للشريعه. شغل حنايا يا خاوتي دوك نفهمكم واش صرالنا، حنا شغل طاح الثلج عندنا على غفله وتخلعنا وما كناش واجدين له. وكي تصراحة حاجه كيما هذه راك رايح تشوف بزاف اشياء خارقه للطبيعه كيما ساندويتش ثلج. أميرة الثلج في هاربين. واحد اداي معاه الثلج للدار. روكي تاع الثلج. جاكي شان. انا ما نخافش من الشتا، خش دروح يا بروسلي خش دروح. جاكي شان هذا كي مرض يا خاوتي عبوك وش يدير، يروح زعما ما على باليش وين الكش قناة تلفزيونية ويقول لهم نداء للقلوب الرحيمة، عاونوني باش نروح نداوي في الخارج. ما من الحيوانات خاوتي، الحيوانات وما سلكوش منا على بالك. خنزير مسكين هو والفاميليا تاعو جايزين في امان الله طريق نورمال كيما موالفين يديرو، دايرين في بالهم شغل كل واحد راهو لاهي بشغلو، واحد ما راهو داير لهم حساب. حتى يلقاو واحد يجري موراهم بكلب، واحد يتير عليهم بالحطاب. انسى مقلعين، انت
عياط دبزه البراهش الهوايش تقول نهايه العالم خاوتي. ومام لي فيديو كي تشوفهم زعما طالعين في الجبل هادوك لي فيديو كنت بدلهم موسيقى برك اللقطه هذيك تقول جايبها من سيري تاع والكينغ داد. هي على كل حال خاوتي انا كنت ناوي نروح نشوف تاج نجوز جورني انوبليابل مع صحابي بصح كي شفت الفيديو هذا سيبون خا ابدا باه نديرو تحدي نحكمو التاج وناكلو نشوف شكون ياكل يلا سيبون بينكي وبرين هادو يا خاوتي قادرين يكرهوني في ما نورمال ليك خاوتي كي تشوفهم تحس بلي البلاد ماش مليحة بلا ما يجو يحكوا لك على البلاد شوفهم برك تفهم بلي البلاد عيانة. خاوتي هي احنا صح مهابل واستنى منا كلش قادرين نديروا اي حاجة بالصح في تاع الثلج ما كاش اللعب خاوتي شغل انت تروح زعما الثلج للركايب الثلج راهو شغل بالقناطر والحال ماشي شباب العواصف ومن بعد كي تحصل دير فيديو كيما هذا تبدا تبكي لنا لقينا شنو نخرجوا يا خاوتي حصلنا هذا هو الفيديو تالي يا خاوتي احصلنا يا خاوتي هذا الفيديو تالي تاعي يا خاوتي هذا هو الفيديو تالي تاعي. المشكل عندك الحق في الفيديو شغل الفيديو تالي تاعك هذا خاطش راك تلهات عيان والبرد بصح انا حاب نطرح عليك سؤال كيفاه جاتك في راسك تدير فيديو في بلاصه ما تعيط لي بومبي يجوا يعاونوك هذه اللي ما فهمتهاش. انا مش فاهم حاجه انا مش فاهم واحد في لي كومونتير قال له الناس راحت من ترك الاوروب وما تبحروش انت في شريعة بحر. لا سيريو يا خاوتي شغل ما هو الغرض كي درت فيديو هذا زعما باش تبين البلاصه اللي راك حاصل فيها باش نجو نعاونوك. الفيديو كومبلي بانو فيه غير زوج شجرات وطرف ثلج ابن بطوطه ما يتحلبش وراك. سيريو خاوتي تلت حاجة شابة والأمبيونس تاعو قوة وشنو تنظمو شوية برك خاوتي على الأقل تنظمو في الفيديو برك شغل الناس يتشوف فينا في الفيديو غير يخلص الفيديو ديروا واش تحبوا نتوما قال لي ودي ما تقدروش في الصح معليش في الفيديو تنظمو الناس راهي تشوف ما تبهدلوناش قدام الجناس وخطونا مدربوك الله يرحم الوالدين يا خاوتي وتهلاو في رواحكم وصلوا صلاتكم خاوتي تلاقاو في فيديو جديد.